يعتمد إنتاج الزيتون ومشتقاته في سوريا بشكل أساسي على محافظة إدلب قبل الثورة، مؤمنة بذلك حاجة البلاد من زيت وزيتون وما يستخرج من هذه الشجرة. لكن قدسية هذه الشجرة عند الإله والبشر لم تشفع لها، لتبقى في صراع مباشر مع المعضلات كالقصف وقلة الخدمات، وهذا ما أثر بشكل كامل في الحالة المادية للأسر التي تعتمد على عوائد مواسمها من الزيتون بالدرجة الأولى. في التقرير التالي يرصد لنا مراسلنا أحمد أمين معاناة مزارعي الزيتون وكيف جعلتهم الحرب يعرضون أنفسهم للموت بمجرد ملاحقة مواسمهم. لم تستثني نار الحرب أي شيء هنا، بشرا وحجرا وشجرا. مزارع الزيتون لم تتمكن من النأ بنفسها، فأحلتها حمم الأسد ومن بعده بوتينا رمادا وقفارا. يعد زيت الزيتون مصدر دخل أساسي لكثير من سكان ريف إدلب الشمالي، ولعل كثرة مزارع الزيتون هنا كانت سببا في أن توسم إدلب بالخضراء، إذ يبلغ عدد أشجار الزيتون في المحافظة حوالي 3 ملايين شجرة. ومع دخول الثورة عامها السادس، تدخل شجرة الزيتون عاما آخر من المعاناة والصعوبات التي باتت تهددها بالاندثار، كالقصف وما ينتج عنه من احتراق مزارع زيتون بأكملها، بالإضافة إلى نزوح أهل القرى ولجوء بعضهم إلى خارج البلاد. عم بصير قصف على المناطق الزراعية، حتى عندنا هون في الضيعة عيلة كاملة استشهدت بسبب قصف المناطق الزراعية، وهلا هي صوت الطيران ما يكون سمعانين موجود. طبعا رغم القصف على الأراضي الخلق يعني ما عندها أي شيء تعيش منه، فالخلق إجباري راح تطلع راح تهوج الزيتون، كان في قصف ما في قصف. معاصر الزيتون وعلى كثرتها توقفت بسبب تردي الأوضاع الأمنية بالمحافظة، بالإضافة لصعوبة جلب قطع الصيانة والمواد الأولية من مناطق النظام، وما تبقى من معاصر تعمل بشروط تقاسم المزارع على موسمه بسبب غلاء أسعار المحروقات والأيدي العاملة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعانيها المناطق المحررة. نحن عم نضطر نرفع أجور عصر الزيتون بسبب أنه عندنا في غلاء المحروقات، وسبب ثاني أنه مناطق النظام بدنا نجيب القطع من مناطق النظام، في عندنا مشكلة بجيبان القطع، وتجمع كمان عم بيصير عندنا، أي تجمع عندنا بالمعصرة عم بيستهدفوا الطيران، فبنضطر نخلي 3-4 آليات، أكثر من هيك ما فينا. كل تلك المفرزات التي نتجت عن الحرب دفعت بكثيرين لقلع أشجار الزيتون وتصييرها للتدفئة أو بيعها حطبة، بسبب تردي الأوضاع المادية وانعدام مصادر الدخل في بلد يعيش الحرب على مدار السنة. أحمد أمين لأخبار الآن، ريف إدلب.